مساء الخير. هنبدأ حلقة اليوم بخبر قضية العمري فاروق، أول وزير الأسبق العمري فاروق تقرر النطق بالحكم يوم 2 يناير 2022، يعني بإذن الله يوم 2 الشهر الجاي نخلص من الفيلم والحدوتة بتاعة مقعد نائب الرئيس في انتخابات السابقة للنادي الأهلي. وأنا قلتلكو هو مجرد بس شوية قلق وبلبلة لعرقلة مسيرة النادي الأهلي، يعني على قد ما بيحاولوا يبوظوا الدنيا ويبوظوا فرحة النادي الأهلي، لأنه دائما وأبدا النادي الأهلي عنده سلاسة في انتخاباته وعنده سلاسة في صفقاته والدنيا بتبقى ماشية كده حلوة وجميلة، فإحنا لازم نعكر عليكو صف والاستقرار اللي موجود، ولكن بإذن الله نخلص من الفيلم ده يوم 2 الشهر المقبل على خير يا رب. عايز أقول لكم أجواء في قطر جميلة جدا جدا داخل معسكر النادي الأهلي، اللعيبة مبسوطة، الأجواء فيها حب وفيها ضحك وفيها هزار، تحس الاسترس اللي كان على اللعيبة والتوتر والشد اللي كان باين عليهم قوي في معسكر المنتخب اختفى. يعني بيتسو موسيماني الحمد لله بطريقته اللطيفة الفريندلي اللي احنا تعودنا عليها قدر يمتص التوتر العصبي اللي كان اللعيبة راجعة بيه وتعامل معهم بشكل فيه حكمة كبيرة جدا، ايضا انضمامهم لزمايلهم، والاكبر والاهم هو وجود كابتن بيبو على رأس البعثة، ده اكيد دافع قوي جدا جدا كل لعيبة النادي الاهلي. كابتن بيبو قعد في جلسة خاصة مع السلية واتكلم معاه، اعتقد دي يعني من اهم الاشياء اللي هتخليه ينسى ويرمي ورا ظهره، وجه على لسان السلية كلام عظيم جدا على صفحته الرسمية وعلى تويتر ايضا على حسابه الرسمي، وهو شكر الجماهير الكرة المصرية بشكل عام وشكر جماهير النادي الاهلي بشكل خاص، وقال ان كمية الحب اللي شافها اليومين اللي فاتوا دول من ناس تخليه يعني سعيد جدا وما تتوصفش، وبيقول ان الاخطاء دي جزء من كرة القدم وان كل يوم بنتعلم منها كل ما هو جديد. كلام محترم من لاعب محترم من القائد، واحنا بنقول لك احنا في ظهرك يا سلية، كمل ولا تنظر وراءك ابدا. طيب عايز اقول على حاجة مهمة استوقفتني امبارح وانا بتفرج على مباراة الجزائر وتونس الفاينل امبارح. المعلق الراجل الطيب، الراجل الطيب الجميل طول الوقت وهو كلامه اصلا يعني اللي هو تحس ان انت لازم ميوت، ما ينفعش اصلا تبقى بتسمع الصوت، بس كان في جمله مهمه جدا قالها، جمله عظيمه قوي لازم كلنا نقف عندها اجلالا واحتراما. الراجل بيقول لك ايه، ما كانش عاجبه اداء فرجاني ساسي وشايف ان فرجاني ساسي اللي هنتكلم عنه في اخر الحلقه الفر عمل ايه في الزمالك، اداؤه سيء من ساعه ما ساب الزمالك، وكان بيقول ايه بقى، في لاعب عظيم اسمه طارق حامد كان مخلي فرجاني ساسي باشا، والله زي ما بقولك باشا. قوم ايه تاني يوم الصبح كيروش يطلع قائمة الاربعين او القائمة المبدئية من غير اللاعب العظيم اللي اسمه طارق حامد، ولا اعزاء ولا عزاء للاخوة اللي عمالين صياح 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 وبيقولك كيروش كان عظيم، وبعد قائمة الاربعين واستبعاد طارق حامد كيروش بقى فاشل ولا يستحق تدريب منتخب مصر. سريعا كده نستعرض مع بعض قائمة الاربعين او القائمة المبدئية لمنتخب مصر: محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد ابو جبل، محمود جاد، ايمن اشرف، احمد ابو الفتوح، احمد حجازي، عمر كمال، السلية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد، أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، الونش، النني، مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي، بين السطور عشان ما ناخدش بالنا ان هو موجود، رمضان صبحي اللي قال لك عنه ان هو لا يصلح وما ينفعش سبحان الله فجأة موجود، أحمد سيد زيزو، كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء ولدنا وحبيبنا، أحمد ياسين، محمد هاني الاستغراب الكبير من وجهة نظري، أحمد رفعت، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، عماد نبيل دونجا، تريزيجيه، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان بيكم، وأخيرا مروان داود. ليه بقول محمد هاني استغراب بالنسبة لي؟ علشان محمد هاني الفترة فاتت كان فيه ضغط جماهيري كبير جدا عليه والناس كانت بتهاجمه وعمالة تقولك انت ما سيء ولا تصلح ومش عارف ايه وتذمر وخناقات ويعني شوية هري كده كنا اتكلمنا عليه الفترة الماضية، ولكن صحيح هو كيروش دائما وابدا ماشي عكس الطيار، يعني شوف كده ايه الناس كلها بتقول يمين هو هتلاقيه رايح شمال. طبعا بقللش محمد هاني بتاتا، انا بتكلم على السوشيال ميديا والاعلام. طيب والراجل كلامه وتصريحاته كالعادة يعني كالعادة دائما وأبدا هو كلامه غريب الشكل والملامح، وبيقول كلام يعني بيناقض بيه حاله يعني وكلام فضايح بصراحة،
كونك انك تطلع تتكلم على منتخب قطر وتقول لك انا علمت عليهم، يعني بالبلدي طبعا طبعا معلش كده، بس اللي هو يعني شايف ان هو يعني احرج منتخب قطر، احرج معلش مع كامل احترامي، انت بتلاعب قطر مش بتلاعب لا منتخب البرازيل ولا منتخب المانيا، فانت بتتكلم في ايه؟ يعني بتتكلم في ايه سعادتك؟ اقرا كده التاريخ وشوف تصنيف بالنسبه لمصر، منتخب مصر والتاريخ بتاع منتخب مصر والارقام ومنتخب قطر على 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 عيني وعلى راسي، يعني كويس كل حاجه، بس انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ هو انت عارف انت بتمرن مين؟ ولا انت كنت معدي فجد دخلت؟ ولا انت موضوعك ايه يعني؟ انا بجد مش قادر افهم. وسبحان الله يشاء السميع العليم ان تشكيله المثاليه لبطوله كاس العرب بتضم كام لاعب من الجزائر؟ 4 لعيبه من الجزائر، واثنين من المغرب، واثنين من تونس، واثنين من قطر، ولاعب وحيد حزين يتيم اللي هو احمد فتوح من منتخب مصر. فده يدل على ان انت ما لعبتش وما روحتش اصلا البطوله. دائما وابدا كان منتخب مصر هو صاحب الارقام القياسيه، ودائما وابدا هو صاحب الحضور الاول، فان انت تلاقي حاجه زي كده دي حاجه تحزن. ولا عزاء للاخوه بتوع اصله بيجرب يا جماعه، واللي جاي افضل. انا جايه بقول لكم، انا جايه من هناك وبقول لكم ان اللي جاي مش افضل ولا حاجه مع كيروش بهذه العقليه العجيبه. نيجي بقى لموضوع مهم جدا وهو انتخابات الجبلاية. قلت لكم ان قائمة جمال علام القائمة الاقوى، وتقريبا كده يعني ما كانش في حد متواجد بقوة قدامها، او ما كانش في حد اصلا تقدم للترشح امام هذه القائمة. ومنذ فترة ظهرت قائمة انكار الذات، القائمة التي تضم الاسماء بقى المفاجأة بالنسبة لنا، يعني بالنسبة لي انا شخصيا فيها اسماء يعني تخض، فيها اسماء قويه جدا محترمه جدا، وفعلا نتمنى من كل قلبنا نجاح هذه القائمه، قائمه انكار الذات برئاسه سامح فهمي ونائب مجدي اللوزي او اللواء مجدي اللوزي، عضويه محمد الطويله، احمد حسن، عدلي القيعي في مفاجاه من العيار الثقيل، محمود حسين، حسين عبده، رانيا علواني. يعني دي الاسماء المتواجده بالوقت الحالي في قائمة انكار الذات. طيب من كل قلبنا احنا نتمنى ان القائمة دي هي اللي تكون في الصورة. القائمة دي اعلنت اهدافها، اول حاجة قال لك توقيع ميثاق شرف ملزم لجميع اعضاء الائتلاف سيتم عرضه في مؤتمر صحفي للائتلاف. تاني حاجة إعلاء المصلحة العامة وعلى وجه الخصوص في مجال كرة القدم بأن يكون هذا الائتلاف معني بشؤون كرة القدم، ويتم من خلاله اختيار العناصر التي ستقود قائمة إنكار الذات لخوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم بداية من الدورة القادمة وما بعدها. ثالثا أن يكون أهم أهداف هذا التكتل هو وضع خطة واستراتيجية للنهوض بكرة القدم المصرية بما يتسق مع سياسة الدولة واستعداداتها لاستضافة بطولات قارية وعالمية مثل أولمبياد 2036 وكأس العالم 2030 ودورة الألعاب الإفريقية 2027، وأيضا الاستعداد لاستضافة تلك المناسبات بصورة تليق بمكانة مصر في الجمهورية الجديدة، وكذلك النهوض بالمنتخبات الوطنية والتحكيم المصري تحتها 500 خط، والعمل على تنمية موارد الاتحاد من أجل دعم جميع الأندية في جميع الأقسام، وإنشاء روابط لأندية القسم الثاني والثالث لتحقيق نجاحات تحاكي ما تقوم به رابطة أندية الدوري الممتاز. كلام جميل، كلام عظيم وهام جدا، وأنا من كل قلبي بدعم هذه القائمة المحترمة بالأسماء العظيمة اللي فيها. ولكن كالعادة، هو أنت ليه على طول متشائمة يا أخت؟ أنا متشائمة للأسف، وشايفة إن نسبة نجاح هذه القائمة قليل، نظرا لأن قائمة جمال علام الناس دي دايسة، الناس دي رجلها في الموضوع، الناس دي دخلت انتخابات قبل كده وعارفين الليلة من الآخر وعارفين الدنيا ماشية إزاي. فبالتالي هم أصوات ليهم أصوات في أكتر من مكان، هيعرفوا يلموا أصوات بشكل أقوى. فإحنا من كل قلبنا والله بندعي وبنقول ربنا يولي من يصلح، إحنا ما عندناش عداء مع حد خالص أيا كان، ولكن في أسماء في قائمة إنكار الذات مهمة جدا وقوية جدا، والواحد يعني يشهد لها بالنزاهة وحسن السلوك. فبالأخير زي ما قلت ربنا يولي من يصلح. من أخبار نادي الزمالك والصورة المتداولة على كل السوشيال ميديا اللي قلبت نادي الزمالك، ومتوقع يبقى ليها صدى كبير جدا جدا. حد يقول لك صفعة الونش، وحد يقول لك ناقوس الخطر، وحد يقول لك الحق الونش. صورة تظهر ليه
الونش مع نائب رئيس نادي أهلي جدة السعودي ياسر محروس، وده مش أخو نصر محروس على فكرة ولا حاجة. طيب بيقول لك أنا رايح أعمل عمرة وانت رايح تتصور وتتعشى، ودي بعض الكومنتس اللي نزلت على الصورة بتاعة الونش. يا ترى يا هل ترى مجرد تساؤلات بريئة، هل العشاء كان بريء؟ هل القعدة دي كانت بريئة؟ هل في علاقة صداقة مثلا أو حاجة؟ ولا الصورة تحمل معاني أخرى؟ الأيام بس هي اللي هتعرفنا اللي جاي. طيب الفر مواليد ميت عقبة يصفع الزمالك للمرة الثالثة على التوالي. عارفين النكتة بتاعت تراهني إن أروح أضرب الراجل ده على قفاه بتاعت منتصر بالله؟ هي بالظبط كل شوية فرجاني ساسي الفر الزمالكاوي مواليد ميت عقبة وحبيبنا هو جاي مصر وقال لك انا سوف مش عارف ايه في مصر قريبا، قال لك ده راجع نادي الزمالك وعوده الابن الضال وبلا بلا بلا، هوبا فرجاني ساسي اخد حكم ضد نادي الزمالك ب 650 الف يورو بعد ما هو كان ليه مستحقات 400 الف. تعمل الحاج ادوني فلوس يا نادي الزمالك ادوني فلوس، قال لك لا انت مش عارفه في العصر العباسي الاول كان عندك مخالفه ايه. وكلمتكم انا عملت حلقه اصلا على مخالفات نادي الزمالك مخالفات فرجاني ساسي مع نادي الزمالك بالتفصيل، وقلت لكم هم قعدوا يقولوا ايه ولما مسك الحكم ولما شد السماعه والحاجات دي كلها، انا عملت لكم حلقه تفصيليه. فهوبا كان 400 الف اتحكم له ب 650 الف يورو. واشرب يا زمالك والله العظيم، ولا عزاء للزملكاويه. وبرجع اقول لكم اللي بيدمر نادي الزمالك هو ابناء نادي الزمالك مش احنا خالص. اختم حلقه اليوم بهروب شيلونجو. شيلونجو هرب من الاسماعيلي لان الحرام ما بيدمش يا اسماعيلي، وبقى سلم لي على اولاد العم. ثانك يو.